سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لكم درس اخر على الطرز بالماكينه الصغيره، كوبرا ولا اي نوع من الماكينات الخياطه هذو الصغار. سبق وحطيت عندي مده يعني درس على الطرز بالماشينه هذه، سواء بالغرز اللي فيها هذو ولا الطرز اللي انت اللي تتحكمي فيه. بس انا هنا شرحت لكم في الفيديو اللي فات، وكاين اللي ما فهموش الفكره اللي حبيت نوصلها. انا هنا راح نوضحها لكم قبل ما ندخلوا في الطريقه تاع الطرز. شوفوا البنات، يختلف الطرز تاع الباسي بلا بين الماشينه هذه الصغيره وبين الماشينه الكبيره اندستريال. في واه شوفوا معايا هنا، انا درت معاكم طريق برك يعني هكذا. شوفوا العرض نتاع الغرزه هذه، العرض هذا بالماشينه هذه ما تقدريش تتحكمي فيه بسهوله، يعني لازم تبقاي تبدلي في العرض نتاع الغرزه تاعك من هنا ومن هنا. العرض تتحكمي فيه من هنا ومن هنا في تاع الزيكزاك والنفذه تاع الخياطه، على عكس الماشينه اندستريال فيها كيف تتحكمي بالجنو تاعك فيها. واحد دوك نوريكم في الماشينه نتاعي هذه، انا هذه راهي تاع سورجي، بصح الاندستريال باسي بلا يجي معاها واحد العجله هنا، انت اللي تتحكمي في العرض هذيك تاع الغرزه، يعني راكي تطرزي وفي نفس الوقت تتحكمي في الطرزه تاعك. يعني كي يعود عندك غصن هكا عريض حابه ديريه عريض، في نفس الوقت تقدري ترديه رقيق تتحكمي. بصح الماشينه هذه لا هذه لازم تطرزي هذا الغصن هذا، تحبسي الطرزه تاعك، تعاودي تروحي تكبري النفذه تاعك، تعاودي ترجعي هنا تصغر تكملي الخدمه تاعك. حابه تزيدي تعرضيها تروحي للمنطقه تاع النفذه هذيك تاع الزيكزاك وتعاودي ثاني توسعي فيها. هذا هو الاختلاف بيناتهم، انه تاع الباسي بلا منه فيه الخدمه، راكي تخدمي ما تحبسيش، الماشينه راهي تطرز وانت راكي تتحكمي في العرض وفي الصغر والكبر تاعها. بس هذه لا لازم تحبسي وتعاودي تكملي النفذه تاعك، تكبريها ولا تصغريها، والاختلاف راح يبان بيناتهم. هذا هو الفرق ما بين الماشينه هذه الصغيره والكبيره. دركا نجو هنا كيفاه راح نرجعوا الماشينه تاعنا تطرز. راح نجيب تورنيفيس هذا الصغير اللي يجي مع الماشينه، جو عند البلاصه هذه تفتحوا نحو البيت بيش والعمود اللي راهو فيها، في زوج لازم يتنحاو. شوفوا هنا نحيت البيت بيش واللي معاه هذا، في زوج يتنحاو هكا باه تقدري تدخلي القرقاف نتاعك من هنا. هذه اول خطوه. ثاني حاجه تبدلي هنا، ديري رقم بي، رقم بي هو الخاص بالزيكزاك، انتي تبعي في ماشينتك. انا هذه راهي كوبرا 32 30 في، تبعي حسب الماشينه نتاعك وين كاين باه ترديها زيكزاك بدليها على حساب الماشينه نتاعك. من بعد هنا تاع الغرز هذا راح نديروه في الصفر هكا باه تجي الغرزه تاعنا مضمومه، يعني ملمومه مع بعض، تجي كيما نقولوا ما كانش فراغات. ونجي هنا عند تاع الزيكزاك نديرها في رقم خمسة، رقم خمسة هو اكبر عرض في الزيكزاك. نروحوا لمرحلة أخرى، تجيبي القماش نتاعك كيما هكا، ديري تحته الفيزلين، ديري المتوسطة ولا الخشين كيف كيف، وتعودي رسمتي الرسمة تاعك. أنا هنا الطرزة تاعي ماهيش متقونة وعندي مدة ما طرزتش، مالفا نطرز بتاع الاندستريال هذيك اللي بعتها، وعندي عوام يعني من كي كنت كي شريتها جديدة، ثم اللي طرزت بها من ثم زدتش طرزت. يشتي المداومة. من بعد تبداو الطرزة تاعكم عادي،
هنا غير نتبع برك في الشكل، ثم لازم هنا ما تسرعوش يعني هنا به ما يعودش هذه الفراغات. شوي هذا الطرز يشتي المداومه البنات باه تتعلموا ويشتوا تعاودوا قدهن مره. كما تلاحظوا انا ما درتش انا القرقاف لاني مدايره الفيزلين خشين، بصح نتوما ديروا القرقاف باه يحكم لكم القماش تاعكم مليح. وداوموا على الطرزات هذو، ديروا الخط دائري، ديروا خط مستقيم، ديروا خط منكسر باه يدكم تتعود على الحركه تاع الاشكال كامل، وتقدروا ديروا الطرزه اللي بغيتوها. انا كما قلت لكم عندي سنوات ما درتش الطرز هذا، لاني سبق وطرزت حتى لاختي درت لها دراوات فيهم فروخه، فيهم ليفلور، فيهم ياسر اشكال، جاو يعني روعه ما شاء الله. بصح عندي ياسر ما طرزتش بها. نتوما هنا درك كما قلت لكم الفرق ما بين الماشينه اندستريال تاع الباسي بلان وهذه. دوكا هذه اذا بغيت نصغر في النفده تاعي، في بلاصه ما ندير 5 نروح ندير 4 ولا 3 كما هكا راح نتحكم في. شوفوا هنا الاختلاف، شوف شوفوا الاختلاف ما بين العرض هذا وهذا. بس كون جات الماشينة الكبيرة اندستريال بلا ما تبدلي في الماشينة تاعك، بالجونو تاعك تبدلي عادي. كما قلت لكم كاينه فيه واحد العجلة الماشينة تجي من تحت تحركيها انتي بالرجل تاعك وفي نفس الوقت تخيطي. هذا هو المشكل في الطرز بالماشينات الصغار هذو. برك انا هنا الدرس هذا البنات عاودته البنات اللي ما فهمونيش في المرة اللي فاتت، واللي ما شافوش الفيديو يزيدوا يشوفوه المره هذه ثاني باه يهزوا الفكره. وكما قلت لكم لازم نتوما بالممارسه تتعلموا الطرز بالماشينه هذه. واللي راح تسقسيني على نوع الماشينه، ماشينه كوبرا ولا سوبر زيكزاك، تويوتا، كامل يديروا نفس الخدمه هذه. اي ماشينه فيها الزيكزاك ديري بها الخدمه هذه عادي، ما يهمش الماركه تاعها واش هي، المهم فيها الزيكزاك. نشكركم البنات على المتابعه تاعكم، وان شاء الله يكون هذا الدرس واضح. اللي عندها اي سؤال تخلي لي التعليق نتاعها.